سهوله الدوري الفتره دي او ان نادي الزمالك بيجهز ناشئين او بيجهز لعيبه ثانيه في دماغه الدوري طبعا شغال عليه، لكن شغال في ناحيه ثانيه وهي موضوع الناشئين، ويحسب لكالتروني يعني ان هو عايز يشتغل مع اللعيبه المميزه اللي في نادي الزمالك. اتمنى كل الانديه في الفتره اللي احنا فيها يحذو حذو الكالتروني، اللي هي الانديه بس اللي هي مرتاحه في الجدول، يعني مش اي حد يروح يجرب في وقت معين الا لو لعيب مميز جدا زي مثلا اسامه فيصل كده وحسام اشرف. اتمنى ان نخرج ناس تانية ونشتغل، ما نبقاش مدربين تبقى خايفه وجبانه ان هو ما يخرجش لعيبه او ما يديش لعيبه بعض الوقت من المباراه يعني، لكن اللي بيثبت نفسه بيكون موجود. الناشئ تاني اللي بيصعد بيتمرن من الدرجه الاولى ما بيلعبش ماتشات وبيرجع ينزل تاني لو مش على نفس المستوى بتاع الدرجه الاولى او اعلى يعني.